الحديث عن ما وقع في مالي يجب بالعودة إلى المؤشرات السابقة إلى ما حدث. معناه أن ما حدث هو تحصيل حاصل، ربما 4 أو 5 نقاط نختصر فيها ما حدث. أولا، ازدياد ظاهرة الإرهاب في شمال وسط ومالي وفي منطقة 3 حدود بين مالي، نيجر وبوركينا فاسو. ثانيا، المشكلة الاجتماعية والأزمة الاجتماعية الناجمة عن سوء التسيير والمحاباة. ثالثا، الانتخابات التي تزامنت مع الأزمة الصحية، وكذلك تعرض مكاتب 30 مكتب إلى التخريب، ومع ذلك تم تصديق هذه الانتخابات. هذا ما جعل حركة 5 جوان تنهض وتخرج إلى الشارع، والقمع الذي أدى إلى مقتل العديد من المواطنين ما عجل بما حدث في مالي. هي هناك احتمالين قد يؤثران على المشهد في منطقة الساحل ككل أو الساحل والصحراء الإفريقية. الاحتمال الأكثر تشاؤم هو استفحال ظاهرة الإرهاب وتفشي الفوضى عبر كل هذه المنطقة، خاصة وأن الحدود مفتوحة ما بين مالي وليبيا، وكذلك على منطقة الحدود 3 بين بوركينا فاسو ومالي ونيجر، وهذا ما قد يؤدي إلى انفلات أمني تام عبر كل منطقة الساحل وشمال إفريقيا. هذه التهديدات ممكن أنها تؤثر على كل دول الجوار. الاحتمال الثاني والذي هو أكثر أقرب إلى التصور أنه الذهاب بسرعة إلى الشرعية الدستورية في مالي تزامنا مع وقف إطلاق النار في ليبيا والتصالح في السودان، مؤشر إلى عودة نوع من الاستقرار ودحر كل السياسات الاستعمارية التقليدية في المنطقة. الجزائر تعمل وكما عملت دائما على مرافقة الماليين من أجل العودة إلى الاستقرار والتنمية الدائمة والمحلية. وبالتالي زيارة السيد وزير الخارجية بإعاز من السيد رئيس الجمهورية ما هي إلا صورة واضحة لموقف الجزائر إزاء مالي، والأهمية الاستراتيجية أو العمق الاستراتيجي الذي تمثله أيضا مالي بالنسبة للجزائر، واستقرار مالي من استقرار الجزائر. وبالتالي هذه الزيارة كما شاهدنا تمخض عنها مجموعة من اللقاءات، سواء كان مع الأطراف السياسية أو المجتمع المدني أو حتى الرئيس المخلوع، وتأكيد الجزائر على الوقوف مع الماليين في محنتهم من أجل النهوض ببناء إعادة بناء صرح الدولة المالية. وعلى هذا الأساس أظن أن حتى الماليين يوقنون علم اليقين أن الجزائر ستلعب دور كبير في إعادة الاستقرار وحتى في تطوير الأبعاد الاقتصادية، لما لها من تأثير أولا سياسيا على المنطقة، وكذلك لما لها من مصداقية في عملية المرافقة لهذا المسار. أظن رب ضرة نافعة، لأن طالما منذ أكثر من 5 سنوات تم تعطيل مسار خريطة طريق الجزائر التي فيها مجموعة من الخطوات التي كانت تسعى
إلى التنمية وتقريب الفرقاء الماليين فيما بينهم. الأهم شيء ما تمخض عن هذا التحول عن المسار السياسي الظرفي هو أن جميع أطياف الماليين يطالبون بالعودة إلى مسار الجزائر. هذا يعني أن مسار الجزائر يؤمن به كل الماليين على أنه المسار أو الطريق الأصلح والأفضل بالنسبة لهم. في نفس الوقت هو ضرب لكل التوجهات التي عملت على تشويش هذه العملية، سواء كان من خلال عمليات برخان أو غيرها، التي عوضا أنها تساعد الماليين على استرجاع السيادة على كل مالي، زادت من مشاكلهم ومتاعبهم الاجتماعية ومن تفشي ظاهرة الإرهاب.